لبنان حاضرة، السيد عبد الرحيم العباسي غائب، السيد إبراهيم الكازوزي حاضر، السيدة لطيفة مجاد غائبة، السيد طيب مساوي غائب، السيد بوعزة قدمي غائب، السيد سهيل مهير حاضر. قم بعدا وكنشكركم على المرضى اللي جات كتغطي هذا المهزله ديال هذا المجلس اللي بكل صراحه الا كتذكروا نفس الدوره ديال ماي ديال ذاك العام نفس كتكرر هذا العام. يعني كل ماي عندنا نفس السيناريو. الغريب والغريب في الامر ان الناس معلومين باش ما يجيوش لهالدرجه. لا خديجه كانت اتصالات من نهار الحد ونهار الاول البارح كيتواصلوا مع المستشارين باش ما يجيوش يحضروا باش ما يكملش النصاب. هذا الشيء اللي باش ما يجيوش باش ما يكملش النصاب. دونك انا كن نتوما كاغلبيه انا بغيت نتوما كاغلبيه نتوما راكم حزب وزين داخل مدينه المحمديه وداخل الحكومه. نعم كحزب البام ما عندكمش واحد القفزه نوعيه او واحد النهضه؟ النهضه ما عندنا غير النهضه. حنا راه الرئيس اللي معقل هذا المجلس كله هو الرئيس، راه ما نخلي حتى شي واحد يخدم. وحنا هذه الرساله ديالي كنوجهها لعامي صاحب الجلاله. اذا الرئيس يصلح للقياده غير صالح للقياده؟ لا صالح للقياده ولا للتسيير ولا حتى شي حاجه. هذاك السيد جا باش يخدم المصالح ديالو ويمشي في حالته، والدليل انتم كتشوفوا في هذه المهازل. ملي جينا ملي بدينا احنا غاديين على مشاريع اننا نكملوا 3 سنين كاين غير الدراسه والمصادقه الشراكات وهي ما كاينش شي حاجه اللي راح تعمل المدينه بالنفع. انتم كتشوفوا المدينه الدمار الشامل. انا كنوصل كنبغي نوصل الرساله ديالي من خلال المنابر ديالكم السيد عامل العمالات المحمديه انه يشوف وراه كيشوف هذا الشيء اللي واقع في المدينه. كنطلب منه انه ويتحرك كسلطه في الوصايه الرقابه على هذه المدينه هذه. راح نشوفوا معاه هذا الشيء اللي كتعيش في المدينه. هذا السيد هذا خصو يتحد حشومه هذا الشيء. يعني للاسف حنا كنتاسفوا حنا في الاغلبيه هذا السيد ما خلاناش نخدموا. قرارات انفراديه ديالو كما معروف عليه وباقي لحد الساعه هذا السيد كيحاول ما امكن انه يقزمنا وقزم المستشارين واعضاء ديال هذا المجلس هذه. هذا دونك هذا الشيء راه بزاف وما غاديش نسكتوا وغادي نتفقوا باي طريقه باي وسيله. هذا الشيء خصو يدار للحل وحنا كنوجهوا الرسائل ديالنا من خلال المرابر ديالكم وللمره الثانيه والثالثه والمئه الى السيد عامل العماله صاحب الجلاله والى السيد الوالي المهديه والى السيد وزير الداخليه التحتيت والى السيده زينب العدوي رئيسه مجلس الاعلى للحسابات انهم يدخلوا لهذه المدينه هذه يصيفطوا لنا واحد شي لجنه لتقصي الحقائق اللي هادشي اللي كيروج داخل المجلس هذا. شوف يقع في مدينه المحمديه انتم كتشوفوه لان اليوم الدوره والدوره لا الرئيس ولا الكاتب ولا النواب ديالهم لا وجود لهم بكلاسة وباتصالات هاتفية باش ما يجيوش باش بمبرر ان لم يكتمل النصاب. ولكن شكون غادي يحسب هذا النصاب لم يكن حاضرا؟ هذا هو مدينة المحمدية وهذا مصير المحمدية. هذا الاشكال القانوني. الاشكال القانوني اللي خص فعلا الا كانت الدوله باغا تصلح فهنا من هنا خصها تبدا، وهو عدم ازدواجيه او ثلاثيه ورباعيه المهام، لان هذا غادي يكون غائب بمبرر مشغول في البرلمان، لانه واحد عنده مهام في البرلمان، عنده مهام في المجلس، عنده مهام. اذن هذه الازدواجيه هي اللي خص الدوله انها تثبت فيها، لانه لا يعقل ان واحد يحكم من فوق حتى لتحت وبالتالي نفس الاشخاص يفعلون بالبلاد ما شاءوا. انا لا ارى يعني عيب في قدرتي على التسيير، ولكن هذه ازدواجيه المهام وثلاثيه المهام وانشغالاته الشخصيه هذه كتخلق فعلا اشكال المدينه. ها وتغلب على امر ديالو، ولكن في نفس الوقت ما بغى يعني يخدم معاه هذوك اعضاء المكتب اللي معاه ولا اعضاء المجلس.
إشراك النواب وتوزيع المهام وكذا، يعني بغى كل شيء ولكن ما قد يدير والو. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.